بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كواكيس سقالات كمدة كتاب رد على الجهمية للدارمي رحمة الله تعالى عليه، وعين كسو جري مسألة دي أما بابك استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى هي بعض أدلة العلو والاستواء ووضع صعوته. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن العبد أدونك ليهم وحو همني أمدوني بالأمر تلؤ من التجارة قنعسي كمده أما قنعسي بأه أو الإمارة أما مامري مسؤولية إنه قبت دونها، حتى إذا تيسر له مركو أسهل أفضاد إنه أرنت قبته وهوله بسنسكي أما مامل كسكو هقاقان، نظر الله إليه إلهي بافيرنا يا أدونك من فوق سبع سماوات تضبصم كركود بنكسو إيه هيا من فوق سبع سماوات، فيقول للملك أحل سرها وشاز أما إلهي با أدري وحكورن هيا اسرفه كالليح أدونك قنع السيقاس أما التلضى أيضا عنه أي عن العبد اسرفه وتجارتي أما محوى إمارة عنه عن العبد كالليح دواعي كالي إيا ربطان كالي الدونيتان كالاكو صبيري أوش آد ديار سيس لمركب واسبدلبا هول كلابت بالله بيس اسرفه عنه حقي سكالليح. قال وحول الراوغي فيصرفه والليحين أيا ملق هوشا الله تلا صارتي أما الله دري أيا أدون كميشي كوي عيني فيتظن وململين أدون كي مركي هوشي أديار قرودي مركي بو اسكب الدلو وملك لو هذا يورن هيا ما يقول دعي هوشا وان قمن لها يهبل بايقه هرمري هوشا هادان سا لهلا إنساسين نغن لها هوشي بالله إلى العقد بسلوهي أما شعبك بالوكعين أما قليه الضران لهابا وكهر إيمان وحيسكو آدنا رمباك لفرماي وحيسكو حيو رمباك لنقاقي فيتظن أي فيتهم تهم إيا ظن إيا ملامر ونقاقي. طيب بحيارتي وريركي سدرتي لأنه واض وريرتي وروحي واض ديار الساي سيوح أجرا وكي وذاتكي قدري قهال ليلي وحيو لأرورت مكان بحايانا قدري بانهاي أنا قدر كإله الديدن أول الله قدر وحي أدوان كؤدوان أساقع السميني إلينا هوشا شقل كمالها يعني أرورتك الله هابو قلب كنا وحان صورة المذاه أنا أوله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن محجر الليل وحيولي انتان وحوال بأسكو قبطون دادالون وحوال بأسكو آديو أيا وحو رم لأيك لطوريب هدي أنا ربطان كيغا إيا أود دايدا وحكو صعونيو مالك وحو البون كتلقى لي وانسوق من لهاب ان انهبل حقبته هوشا كلا تورو بيرتي هبيو دكانك وحا كسمي ايان غو انسدي انو جدول وتو تايم تيبل وتان تغاب قرشي هودن انو اما ميد كقبته اما لبا قوانين با سو نوقدا هداي انو هوش ايغو خيرانت هي لو كان الامر الي هي وحو البحو دخيلا سدان دوني لكن وحو دعابودي سدو الله دوني سبحانه وتعالى بركتي او كلو محورن هيا فيتظن وحوما بحيرتي لاجل حيرتي سبقني فلان وما هو الا الله سبحانه وتعالى وحودي ما انت الدكان كان انا هلي لهاي هبل باي هو مري غبدا انا غرسن لهاي مد باس ايا هوست او خبل شو هوس كلا هدلي انا هلي لهاي قولي الا لعق بدن يا ميش سو دغاي اسو وحو ربا انو صرفنت اللي جس صرفي عملك أسقى ما هوش أطيريو سبب دنيوي وأسوق فهمك لكن وما هو صارفكم ما أهوي إلا الله سبحانه وتعالى إلهي با كئير وكليحي وحان هوش دفولي ملك الله أمر الله تلا سر هوش أيضا رواية حديثك أولي يا ما أها إلهي سبحانه وتعالى اللي حنت وحيابها كاللي حني إن هذا الله جوحه ما يري وضنت هذا رواية وحيلة فإنه
إن يسرته إن يسرته له أدخله النار هدان أفضي عملك أدونك أدايو وعملك هلاك سمي أو دنت هذه بعد مودي جناس يدنك وجود تاد مودي جبر كوفي عم بعد مودي مامملك وأنفع يد مودي هدان أدايو ولفظيو نار بكو جلية نار أيكو جلية صدر تيد بلغة سفري هذه دنت فإنه إن يسرته له أدخله النار أثرك الإمام الذهبي كتاب كساء العلو وحيد هذا أخرجه اللالكائي بإسناد قوي رواه الثوري عن الأعمش عن خيثمة ابن القيم في سواعق المرسلة وحيد هذا إسناده صحيح إسناده صحيح بحيد هذا أذو مركاء انقطاع كجر بين خيثمة بن عبد الرحمن وابن مسعود أيا حيوغو لغدرها أيا أذو سنانا وخير هذو سنان وينا وأدلة الشواهد يمكن جرين سلفك للاستئناس والاستشهاد لا للاعتماد والتمحو هاي والتأسيس محل شاهدكنا نظر الله إليه إلهي بسوئك وين من فوق سبع سماوات إلهي أمك سكسر ريو كان بحسن هاي أي مركاسي كتصيصة حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة البصري عن عاصم ابن أبي نجود عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما بين السماء الدنيا عرك الصوك انت كرد حيسة هي والتي تليها مد كحكته مصيرة خمسمائة عام وشم بقول أوصنا إن الله سعوده عرك أنك إنه صوكيين أرقني مد ككر ريال لبعض شان بقوله الصناء سجرا وبين الكرسي كرسي الرحمن كرسي إلهي ككو ككر يا سماوات كبا يا عرش ونكسي سري انت ورد حيسو إلى الماء بيهنا وحبا كبود عفوا وبين كل سماءين لبضع عرب وحاود حيا مسيرة خمسمائة عام شان بقوله الصناء سعود كوت إن الله سعوده أيا ورد حيسا وبين السماء السابعة عركة الضباط انت قلت حيث وبين الكرسي ايو كرسي قنا خمسمائة عام شان بقوله سنة الله سعودة وبين الكرسي الى الماء كرسي قاسي ايو بيه عرش وكسر ريينا وحاود حيا خمسمائة عام شان بقوله سنة والعرش عرش الرحمن على الماء بيه كسر ريا والله تعالى الهينا فوق العرش عرش كسر ريا وهو يعلم ما انتم عليه هل كأسوك وشوكة أيوه واحد كسوغنتهين أؤجهي بالتفصيل والدقة وهو سبحانه وتعالى يعلم ما أنتم عليه جملة مركة وجملة الله كيني لنفي الإيهام والاحتمال هدي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كسيدة أغفقية هاي هدبا سيدة أغور قبابة بن آدم كسليه كراب بركوت أما شيطان كوسو طوري كراب وهو يعلم ما أنتم عليه الإمام إلهي وأقيه وحد كسوغنتهين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قد أحاط بكل شيء علما الإمام الذهبي في العرش والعلو أيضا لبضى كتابه وحكي هذا إسناده صحيح عن ابن مسعود سداس إمام كل ولا حديث صحيح هو من حيث حق الرواية كيها موقوف سدا إذي موقتا دواء ركتان أما من حيث الحكم وحاوى ومرفوع وي ما هي شيء وغيبيات واجتهاد ممكن تقديراتك اي تحديداتك واجتهاد ممكن كرماء ثانيا ابن مسعود نن لو يقانو الروايه عن الاسرائيليين ماها مركا ما ايدو مرفوعه ويبت من احاديث قيبنا وين سو مري محل شاهد كنوا ما هي تفصيل كا دقيقه سمول بسمود انت كسريسو كدبنا كرسي انت ودخايس بيها بيها يا عرشغا عرش إلهي سبحانه وتعالى وكسر ريو فوق العرش أسوغو أوك وحاد كتسوغنتين وحاد طمين إيسان ورام بيبا قريد وينق ميل بيبا كتالي حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري أنبأنا يحيى بن أيوب الغافقي حدثني عمارة ابن غزية عن قدامة ابن إبراهيم ابن محمد ابن حاطب أنه حدثه حوشيغي أن عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقع إنه كدعي بجارية له أدون لها بأقل الموضي أم منها بإن ما أصوه حاسك سيقول يدي شوقه فقال له امرأته حاسك سيبه وحي كتري فعلت هوات ثميسي أرود إليك شوقته قرق إليك شيفته أياد أدونتي
u gurguuratay bay tiri. Marka waxaad gudub anaabad meel igaga dhacday, caawa kala bixi maynaydin. Markaasuu saxaabigu yidhi, ma aanan samaynin waxaad sheegayso dhan waxba kama jiraan, Masayr baa kuu geeyey, indhahaadaa kuu been sheegay. Markaasay tiri, haddii ay runtaa tahay ruuxa junubka qur-aan ma akhriye, qur-aan akhri bay tiri. Anugu adoo islaanta addoonta u galmoonahay addoontaadii baan ku arkay, imaad arag buu balaayaad aragtay. Waxay tiri, haddaanan ku arag inaad adoo u galmoonaya addoonta haddaysan run ahayn, hadda waa janaabaad qabtaa, saan anugu aaminsanahay, qur-aan akhri bay tiri. Shicir buu ka sii daayay, ilaan gabyaabu ahay gabay quruxsun buu ku dhuftay. Markaas qur-aankana gabadhu maysan xifdanay, maysan aqoonin. Markaasay tidhi, ilaahay baa run sheegay tiri, anigu indhahaygii baan beeniyey, raalli hawadaad u soo seexay tiri. Marka tii buu hadda laga hadlayaa gabaygiisi. Qaala, wuxuu yidhi, amaa ana anugu fa aqra'u lqur'aana, qur-aankan akhrinhayaa, qur-aankan akhrin, maxaa yeelay nin janaabo qabana qur-aan ma akhriyo. Taa waxay tusaysaa inaanan janaabo qabin, addoonaan u galmoonin, adiguna Masayr uu ku hormaray. Faqaala, waxay tiri, amaa anta adugu falaa taqra'u lqur'aana, qur-aan ma akhridid, wa anta junubun, adoo janaabo qaba, saasay dhaqanka ahayd. Ayib, adoo janaabo qaba qur-aan ma akhriyo. Saxaabaduna sidaan bay ku tageen. Hadda kor inuu ka hadalay masalada wax khilaafa kama taagno. Hal ahor oo laga soo guuriyey Ibn Cabbaas ayay wadaadaha qaarkood khilaaf ku sugaan. Ninku junubka uusan qur-aan akhriyi karin cinda saxaaba wa taabiciin khilaaf badan ma laha, innaguna waan fududaysanaha layska ilaaliyo. Faqaala, wuxuu yidhi, runtaa weeye, ana aqra'u laki, haddaaban ku akhriya iga dhegaysa. Faqaala, wuxuu yidhi, shahidtu biana wacd allahi xaqun وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. قوي قاسو وقول رفت شهدت وحان قريب بأن وعد الله إله يبوه سوح بلن قاضي حق ربي هاي أمر نبأ سنقوب يلين مضعايا نوياي وحان قولوا قرصنا هاي وأن النار نارتي عذاب كنا mathwa alkaafiriina hoyga gaalada weeye, gaaladu meeshay ku hoyan doontay u noqon doono guri iyo maqaam iyo ma'wi, halkaas weeye. Waxaan kaloo qiray wa ana alcarsha carshu raxmaan, ilaahay carshigiisuna fawqa almaa'i biha, dushooda taafa inuu sabaynayo, biyuhu ka sarreeyaa wey macnuhu u jeeda imaamku. Wa fawqa alcarshi, carshiga dushiisana waxaa ah rabbu alcaalamiina, caalamiinta rabbigoodii baa ka sarreeya. Wa taxmiluhu, carshiga waxaa xambaarsan oo qaada malaa'ikatun malaa'ikiraamun, wanaagsan oo qiimo badan oo gob ah, bacdu riwaayaadna malaa'ikatun shidaadun bay qoraan bacdu riwaayaad oo gabayga riwaayadkiisa qaybo ka mid. Wa taxmiluhu malaa'ikatun shidaadun, malaa'ikatul ilaahi baa xambaarsan weeye carshigaas, musawimiina oo astaamo leh oo muxuu ahay midabale ilaahayna suntay. Faqaala, waxay tiri, gabadhii, aamantu billaahi, allaha aad ka hadashay qur-aankuna ka hadlay baan rumeeyey. Wa kadabtu lbasara, araggana waan beeniyey tiri. Gabadh iska iimaansan bay ahayd, wixii ay aragtay yaa indhaha lagaga dhuftay. Tayib, way iska sabirtay. Tayib, adarkan wadaadka muxaqiqa ah waa nin aad tacasuf badan baa ku jira taxqiiqiisu, inuu kitaabka taxqiijinin baan jeclaan lahaa farahan uu ka qaado. Marka israaf badan baa ku jira kitaabka qaabka uu taxqiijinayo. Kutubu salaf markaa taxqiijinayso waxaan kala loo baahno, marka in faraha laga qaday ku dhaantaa oo matnigaas aad noo waxayso. Mid walba wuxuu jaamacad ka jacbursaday ama bawqooniyaha iyo muxuu ahaa taysuur lmustalax oga baxayba, hadduu dhaho waxaan xukumi aathaartii axaadiis, hayal mushkila waa daahiratu suu, anuu saan hadda u arko, liannaha laa tubashir bikhayr. Asalafu saalix min asaxaabati ilaa yowmina haada, ama hadday bilaabatay kii wax isku dayi karaba inuu dhaho xadiidku waa daciif, waa saxiix, waa munkar, waa daciif jiddan. La muxadidiin alkibaar, nuqaadi fannigan ku baabay axlaasu lxadiid ku arki maysid ilaa naadiran inay xadiid xukumaan, ilaa naadiran. Ma cilmi aysan haynin baa inoo soo kordhay, mise cudur ay ka fayoobayeen baa inagu soo kordhay? Labadaa in la isweydiiye wey. Asalafu saalix, muxadidiin alkibaar, nuqaadi ka soo bilow muxuu ahaayey ataabiciin alkiraam ilaa yowmina haada, qubayla mi'a sana, boqol sano ka hor, raggii muxadisiinta ay ummaddan soo maray cilmiga ilaahay ku ilaaliyey waxaan maysan aqoonin ee laba mid un weeye, in ilaahay inoo furay khasaa'in cilmi oysan hayna ayagu, iyo inuu inagu soo kordhay
cudur ay ka fayoobaayeen, غرور با الله كده يقول عجب الله كده يقول دقدق استعجال قبل النضج با الله كده يقول شيء قام بسلانين التزبب قبل محد يجري الأدبيون تحصر ميوها وحوم بين أقول سكر بي أو شو أدبوي أو شو أدب علوسته هذا الله سكى إلى علي وعقب في الله يتسيد أبو فهر أحمد شاكر ولا لك كتبته أتحقق جامعة ما إلا داي نصوص تان نص قال الله تحقيقيه هادو يهاي سنة ليه رجاشة كجرة تراجمتو ذا كتب الرجاح لقى قرها لقى تقو حكم كان أتصاري سومد بأفيني وأنا حكم سكي اجتهاد يا والله جاي بقول كي بسديته إنه باطل بياه سحنين بقى لقى يا مركا أنت ترى هذا فلان وابن فلان ساس لقى يدي كتك معي لي أثارتي يا حاجة مكان حكومة حكم كفردي جا سنة كفولة يدبو كيني أظن جمعنا مسائل كويس كده بدن تاعي المهم أثر كان ضوء أثر منكر بوذات كان لها وراء أثر صغن سيدة عند أهل العلم الإمام عبد البر في الاستيعاب وحوليها هي روينا من وجوه صحاح وحنكورنا حديد كان عبد المر رواحي حاسكيس الرحم مري يقبي كان روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى إلى أمة له أثر كده رابو الشيغي كذلك الحافظ على الدين مغلطي بن قريج في شرح ابن ماجه كتاب كوري الطهارة وحوء إلى حديث كونه السغن يعني. الإمام الذهبي لو تركيسه وحوجياه وحوجياه وحوليه كتاب العرش كتاب العرش صفحة بقولي تضب وحوليه روية من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله رواحة وجود صحاح مرسلة ما كان لسوقيه أثر كونه السجن هي مشهورنا يا عند أهل العلم وتوسع. أصلاً لفت كيس هذا ولاد كان أثر كله ومنكر يطور هي وجودها بدن كذا قيب وكشفي. مرك ما كان وحو ودل ليه. شن وجوه كله وشيء يا مرك أثر كونه السجن يا براجع. أصلاً مرك هذا مرسلة وحائس نادي وأنا منا شلها يا طريق أس. ما يشوف تلمامين وكمجرة طريق ملك لو كجراي من عساكر في تاريخ دمشق جزء عبد الله بن جابر عبد الله بن زيد بن سنادية سيك استوى نقطة وجودها شنتا أما كبدا باقف لنا أثر كأنه الصقنا ذو ومع ذلك احتجاج كالسلف كأيكو كيان كتب كتاب توضا باب العلو والاستواء باطنس يحو جنية مركا انت ساكف لنا وذات كادو وحكو علينا يا قدام إبراهيم من محمد بن حاطب القرش الجمح المدني وحوله هو مجهول الحال مجهول الحال مجهول الحال كان هو اعتماد يا ابن حجر وركي إسيء أها ومقبول يري أما الذهب في الكاشف حليه قد وثق في تاريخ الإسلام نوحو يري صويلحن صويلحن من حديث السمر كاسي لتحسيني وطريقا كلي هذا وحن كهل طروضك لكحوجي مركا هذا الكذهبي روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله رواحة يروينا من وجوه صحاح أن عبد الله من رواحة لعبد عبد البر يطرق ذا فربضا بقفلا قبول السلف واستشهادهم له بقفلا إن لحجي استأثر كان أسقى مركة حقوق إسراف كاس وحيابان كعلى علي كجرته رواية حديثك أوليها هي وحا كجرة وكانت لا تحفظ القرآن وكانت قبرا حاسك عبد الله من رواحة لا تحفظ القرآن كما سنقول مكاريز وحكولي سيد قبرا سكو خلت كرتها القرآن إيه قبل اللي تري ضدكم مسكو أود با ضد بان كلا سوء عينين حديث النبي محمد آيات القرآن مركو حيا باسا كلا حديث لغمع الله آثار سوانا لغمع الله علي أنك أرض وحسي كل عكرتا إن قرآن أي هاي أي قبر مسلمات وعربية دا أي قرآن إيه كلا قرآن ويدا قبل يقول قروحي سادس آيات القرآن ميكو قروح سوء سارين يعني وذا قافلة عالمينا تعملون وكلوا يمحوا هاي يتعقلون وكلوا نوم بكود التاجي مركا حالته مركا وحوي وأنا إسلام مسيسنا كعصنا وروح مجابة يبا مسوى آيات قرآن ما يسون دوجنين بالغية يبا قرآن كنا متقان سيكو كلا صعدا قرآن كنا متقان وذات كنا باش وتوسيي مقام الرد نورك وأكو يمد مركا وصب ما يسون دوجنين وقولوا كوا ذين يسيء صحابي قل بينو شيء حاسك بين بلو شيء كلا اللي هو لسكو دجن هاي وذات كوا اللي قد جاي هيك وابور بقرك أتاعن مركنا كلامه بين بال قد تشينية والقرآن في لغة العرب نوع ما يقرأ مركا مع قرآن كل شيء جاي وحيل لا أدق برضه
qur-aankii macruufkaa la yaqaana wadaadkan wuxuu la aaday kii lugada ahaa, ilaa waa la isu gembinhayaa meesha, waa la ishayaay. Marka wax nakaado atharka ku jirta gebi ahaanba ma ay jirto, ee waa iska xadgudub iyo degdeg bay ku salaysanta. Maxaa shaahidku waxa weeye waa ana alcarsha fawqa almaai taafin wa fawqa alcarshi rabu alcaalamiina, waa shay muqara cinda saxaaba wa cinda salaf saalix, mana inkirhay ila haulaai aljahmiya alkafara warkoodana iska daa. وحدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي حدثنا جويرية يعني ابن اسماء وصحابي والراوي ننأه جويرية هو قال انه يهي دمر هوين ما هو وداد مقعي. طيب قال وحول سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وحيد جري وايم الله الله كل دارتي اني انا لا اخشى وحان كعب سنيا لو كنت احب قتله هدان عثمان دلكي سجعلان لها لقتلت ولا يدلي لها مالك يوم الجمل سكت الاسكوكي تجي اني لا اخشى وحان كبق لها اما كعبسن يا وي لو كنت هدان اهان لها احب قتلها دلكيسي واجي مركي سيدنا عثمان لدلي ونمنك مصر كسو الدولي يا ان يروا ري مدينه هيدو خوارج اها يسي امريكا الدليل ولي ريب بن امين روح البيت تهمين الا من رحم ربه tuhmadi bay camimeen saxaabo badan bayna waxbaad ka ogeydeen cali bay ku dhajiyeen oo xataa ay ku dhaarteen. Marka caaisho laftirkeedu waa la tuhmo, waxaa la yidhi maxaad u baxday ood ritigaada u kooraysatay ood. Marka tuhmadii socotay bay ka jawaabaysaa. Daayib iyadoo laga xushoonayo ummulmuminiin haddana warkii baa soo gaadhaya ay munaafiqiintu wadeen ama inaan wax fiican garanayn ay wadeen. Daayib waxay jiri marka la qutilto anaaba la idili lahaa haddaan asaga dil la jeclaa cuhmaan anagaan maalinkii yowmul jamal badbaadeen bay leedahay. Ayib tacni cuhmaana walaakin hase yeeshee calima allaahu rabbi wuxuu og yahay jiri ogaana min fawqa carshihi carshigiisa korkiisa ka og yahay annii lam uxiba qatlah annii lam uxiba qatlah dilkiisa inaanan jeclayn weliga inaanan jeclaan. Maxalu shaahidkuna walaakin calima allaahu min fawqa carshihi wey. Ayib aharkani markaa isagu waa saxiix. Ayib xoogu wuxuu ku eedaynayaa muxuu ahay inqitaac bayna naafic iyo bayna caaisha, laakiin duruq dhowr uu leeya atharku waa sugan yahay. Waxadatana annufayliyu cabdullahi bnu muxamed qaala xadatana zuhayb bnu caawiya حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه انه حدثه ذكوان حاجب عائشه ذكوان وحاجب عائشه ولغا ذكوان كي كلي هي مخو هي السمان با لغا احتراز هي ذكوان كي عائشه ها وارديه دي اما غعن يره هدي اي ددك مسلمين تو سو غلي اردد ايو ايدنك او دين جري وحو شيغي ان ابن عباس ابن عباس با دخل أسوق عليه على عائشة رضي الله تعالى عنهما ابن عباس يا عائشة ويا تموت أيضا ورفادي سامع لما رئيسه مركز عدرك الجيريات سكرات كوهيو فقال لها ذكوان وحكويلي عفوا فقال لها ابن عباس ابن عباس وحكويلي كنت وحانها كنت عفوا وحاضها عائشة أحب النساء رسول الله هو إنك النبي محمد مد الله قط شعلابات هاي إلى رسول الله رسولك إلى دمر كن النبي قبي مد الله قط شعلابات هاي مرك جيري ذا سكرات كأيوه مستقبل كأيكول ولا يسوق كده تشين هيا كان خفيفين هيا بحقائق لا بأباطيل شهرون أو شيء غيّا هو يربى مرك إنه سكرات مرها دين مقطع وحكاه الرياض رجوا ناكسن كقبط وحقوف ضانية لحو غي حنوك. طيب إذا عظم المطلوب إذا أن عربته هانت الشدائد شيء أدون يسهدو شيء وين هاي وحافظ هذا هانت الشدائد وحيابها دباتوين ككهر ريو لندن كمالين قولي الذهب كرهادينية مال والبئس كتورين سوما تقارنا قولي أمير كوليبا رهادين إذا بكولي يبير نعه وحول الله قدوم كذو كدبنا سيوسعوا الله إنا واشان بعد عكرت ويجينا مال فردي أقلان مركة وعوه إذا عظم المطلوب هانت الشدائد. مركا هدي وحا كاهورية يا مستقبل كادو آد آد أورجيني سنة خير لكولانتو وحوالبو
ka sokeeyo dhiba culays kuuma hayo wadaadkii qoliyi reer macalin geel laga dhacay daba taagnaana nin baa yidhi baa la yidhi isagoo la rafaaday geelina weli lala gaari la'yahay war waddada kulula geelaynni baa maray buurkii kalena waddadan kulul geelaynni baa maray geelaynni maa laga samri maya mar buur warka jooji marka waxa weeye idaa cadama almatluub hanat ishadaay nin walbad waxbaa la weyn soo ma waman yadlib ilxasnaa'a yasbir cala albadli wey qalanjo ninkii hunguriyeya waa inuu gacanta ka furmo ayib wuxuu yidhi sayidina ibnu cabaas liummina radi allahu tacaala canhuma wuxuu ku yidhi walam yakun rasuulullah rasuulka ilaahay ma ahan yuxibu mid jecel ilaa ayiba hadii xaqiiqa nabi maxamed xadiiskiisiibuu kuugu jeclaa caaisha suubanuhuna waa nabi ayibehe waxaan wanaagsanayn ma jeclaado qalbi qaboojis xaqiiqa awey mid kalena qabso hooye wa anzala allahu rabbi wuxuu soo dejiyey baraa'ataki baryeelidaadi in ceeb lagaa hufo min fawqi sabci samaawaatin toddoba samo dushood ba ilaahay kaa hufay oo ilaahay kaa difaacay suuratu nuur baana ka soo degtay awaa'ilkeedii ayib qoliha awlifka wixii ku dhacay waa ogtiinaade jaa'a biha baraa'ada waxaa la yimid arruuxu lamiin malakul jibriil baa la yimid malagii la aaminay fa asbaxa wuxuu noqday arrinku xaalku wuxuu noqday wey laysa masjidun min masaajid illaah ma jiro masjid masaajidda ilaahay ka mida tacaala koraay yudkaru fiihi illaahu ilaahay lagu xusahayo ilaa wahiya tutlaa fiih ilaa wahiya baraa'adi wey ama aayaadki milicso haddaad doonto dhibba ma laha aayaadkii ama aayaddii baa lagu akhrin ama baraa'adaadii baa lagu akhriyaa fiihi fi lmasjid anaa alleyli saacada habeenkii wa anaa nahaari maalinba hadh iyo habeenba waa lagu akhriyaa marka baraa'adadu waa mukhalada fii kitaabillaah nabi maxamedna waa ku jeclaa meel wanaagsan baad ku socotahay niyada wanaajiso yidhi maxalu shaahidkuna waxaa weeye xadiidku wa anzala allahu baraa'ataki min fawqi sabci samaawaat waana xadiid sugan wey xadatanaa muxamed ibnu cimraan ibni abi layla xadatanaa muusa abu muxamed min mawaali cuhmaan ibni cafaan qaala wuxuu yidhi raawigu wa kaana min khiyaari nnaas dadka kuwooda u wanaagsan buuna ahaa can khaalid bnu yaziid ibni cabdillaah khaalid bnu yaziid bn cabdiraxmaan buu caan ku yahay wadaadku magacaana inuu iska qaato waa dhici karta can abihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi wadaadkaasi khataba caliyun innaasa cali baa u khudbeeyey dadka khudbadaana waxay dhacday maalinkii sifiin markii reer shaamna ay soo guureen oo ay yimaadeen sifiin korkeeda reer shaam ay soo guureen baan rabaa reer ciraaqna ay halkaa yimaadeen ciidankii muslimiinta ee uu la socday uu la hadlayo khudbo uu jeediyey ayaa iyay ahayd marka waxaa lagu tiriyey min nawaadir khutaba ilcarab khutabi ilcarab baa lagu tiriyaa khudbo uu maalinkaa mucaawiye jeediyey mucaawiye uu jeediyey isagoo ciidankiisa caraabinaya fii muqaatalati caliyin wa asxaabi waxaa lagu tiriyaa mucallaqaatu lkhutab oo kale ay ku jirtaa middan cali uu jeediyaadna sidoo kale labada khudba laba khudbo oo aan isceshado culculus baa lagu tiriyaa mid uu gooni baa loo sharcay waqti baa lagu bixiyey khataba caliyu innaasa cali baa u khudbeeyey dadkii alkhudba khudbadii buu u khudbeeyey allatii taasoo lam yakhtub uusan khudbaynin bacdahaa gadaashe khudba lamida uusan jeedinin baa loo jeedaa leanna khudbadu sifiin bay dhacday sifiin kadibna cali mudduu noolaha da waad garanaysaan mar badan buu muslimiinta u khudbeeyo jumcada isagoon baa khadiib ahaa faqaala wuxuu xagga nawciyada iyo erayada ku yimid iyo qaabku uu uga hadlay qadarka ilaahay iyo caqaa'idka ayaana khudbo lamid ah aysan soo marin maqaamkay ku qiimaysan tahay faqaala wuxuu yidhi cali alxamdu lilaah allah mahad u sugnaatay alladii allaha ama eebbaha dana dhowaaday fii culuwi ma culuwi isagoo sarreeyo makhluuqaadka ka sarreeyo iyo dana dhow yahay hada huwa alfiqh fiqhu saxaaba lya fiqhu lakbar wanaa'a allaha fogaaday baa mahad leh fii dunuwihi maca dunuwihi isagoo dhow buu haddana fog yahay ayib bacdu nusaq bacdu riwaayad waxaa ku yimaada waa calaa fii dunuwihi meesha naa'a ah yuu calaa ka cabiray isagaana ka fiican wa calaa fii dunuwihi tiibu isdaba mariya hadi dana fii culuwihi wa calaa fii dunuwihi isagoo marka ilaahay dhow buu haddana sarreeyaa wey ayib laa yablugu ma gaaro shay-un shay makaanahu ilaahay makaankiisa daatiga ah makaanka daatiga ah iyo midka sha'niga ahba
ولا يمتنع كما ريبتونه عليه على الله شيء شيء أراده وضوني شيء إله ربي وضونينا وسود يدي كرام جيران وحول بقبضه يسوك الجراوي خطبنا هذا بهذا الحروف وتر يا ابن حبان وخطبه معاويه سوى هذا خطبنا هذا انه قران ترجم مقدمه لاستفتاحا يثناقا خطبه معاويه جيديه في تحريض جيوشي على جيوش علي ايو كتر يا في ثقات لابن حبان قيبته هوري السيره قيب سيره كتاب الثقات او الروايات قنام في الايه طيب واذا كان علي بوتريان رقد أوتيري وحاكمده الإمام الداري بالسند وأركتان وذات كان مركة وكعليني أثرك وضعيف جدا بولي هاي مركة وذات كوكعاد وقو إيديني وخالي بن يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك الهمذاني أبو هاشم الهاشمي الشامي عفوا الدمشقي وذات كأسقى وهو ضعيف اللي قاب صدافي عم أثر ضعيف جدا تاسح وبنبون بعد موته وذات كأسي أحمد مصالح المصري واثقوا إلى هذا ثقوا إلى هذا أبو زرعة الدمشقنا واثقوا إلى هذا الإمام العجلنا وتوثيقية وخرج له النسائي في السنة نك نوع عاس مركا وذكرنا وضعيفيان هيركا مسي جارسي السنو طيب مع أن القصة مشهورة عند أهل السيرة والمغازي محل شاهدكم مركا الحمد لله لدنا في علوه وعلى في دنوه طيب يا وحق حفظك حق حفظك وهي ليس بثقة رواية أه ولقى سهر جيدة نسائي كما سو كتاب كيسي ولقى واي كتاب كيسي ولقى واي سنة كان ولقى واي سنة كي كتب منا ما سقنا طيب ثقة راسي ثقة ديانة وثقة حفظي ليس بثقة أي بعمدة في الحفظ طيب أيما هو توثيقيين أثر كنا ما حديث مرفوعة حديث حكم كحرينا ما مركة حقوق أثر ضعيف جدا تاس تلابا ديروي حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي حدثنا ابن المبارك أنبأنا سليمان بن مغيرة المخزومي عن ثابت بن أسلم البناني حدثنا رجل من أهل الشام من ريشام أيا نور رمي وكان إنك ريشام حوها يتبع كي راعو أرض أم الضبقلة عبد الله بن عمرو بن عاص ويسمع من حديثه قصص كأي فطوين كان كذا جيست قال أبو حجري منك السقاء كنت معه عبد الله بن لسعدي فلقيا وحول كل ما عبد الله نوفا بول كل ما نوفا البكاء نيل أورنجري البكالي طيب فقال أبو حجري ذكر لنا وحان روشي أن الله سبحانه وتعالى قال لملائكتي إلهي ملائكتي سكويري أدعو لعبادي الضماء يرى إضافة هذا وإضافة التشريف والتكريم كل من بقى الضماء وكل ما أتي يوم القيامة فردا وي طيب فقالوا وحيدا يا رب كيف سنعوي أن ملائكتي إلهي كأقدا ويدبا ليلة الضماء يرى دول كتشوري إن تصوت سماوات وكس وكيسا هي حجاب والسماوات السبع دونه تضوي السماء يا رب عرب عرب رب وكس وكيسا والعرش فوق ذلك عرشنا وكس سرياي مركو حام هاي عودك كورن أوجد بما هي هوسنا آدم ما هي وي كورن عرش يبع علن هوسنا تضوي السماء وكس وكيسا قال إلى يحور إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي أضموها دي لا إله إلا الله يدهذان ويأجيبين عطكينا ويمقلين كينينا أوقاري استجابوا لي ندهنين واقود بيو قال يقول عبد الله بن عمرو وحجري ننكبا ورا صلينا مع رسول الله رسول كلاما لتكن مال مالمها كمدة صلاة المغرب صلاة المغرب أو قال وحوري غيرها أما الصلاة كالي شك وحاشكي سليمان ابن مغيرة المخزومي عن ثابت وذات كاسا كشكي صلاة دي عيم الدادي فقعد مركز صلاة المغرب أن تكني أما عشه عشينا يهد بان روايتك أبدانيه صلاة اللي تكذي روايتك عشاه يهد بأبدانيه رواية ما عصر بأيهاي رواية مغرب بأيهاي مغرب كنت مركة فقعد رهط كوحبا فريستي
أنا أنوغو فيهم أن كجيرو أنا عبد الله بن عمرو أن كمد أهي باصلاة إسكسوغني ينتظرون الصلاة الأخرى صلاة كلا نغو سوغينا هذي عصر تاني مغرب نسوغينا هذي مغرب تاين عشاء نسوغينا هذي صلاة كلا تاين صلاة كلا نبالسوغي فأقبل رسول الله رسول كلاهي باسوق بلي يسرع المشي سعود كبوب هيا نبي محمد وكتغي وصلاة داتو جيي أي الدرب صور نغضاء سوغو دقدق هيا كأني وحد مداب أنظر إنا إيه إلى رفعه إزارة كرو قائد ومعوس كرو قائد مركا لحاتان يسو سين معوس تقود دبرين في ظهر الله قبطها كربا على الله قادة سأقول طلاب ستا ما دور ردو سيدي بو النبي قيالي كي يكون سو رفعه النقضه أخف له في المشي مد أفضد حق صعودك رفعه ومعوس كرو قائد صعودك أفضدين يسا فانتهى إليه النبي وانا سوء قاري فقال وحور أبشروا بشاريست مسلمين تيمشوا كنت كذي صلاة السوق هيو إن ولك عينو هذا ربكم كان ورب جيد طيب رب لما يشارك لك ده شاعري الجهمي لأنه إشاره حيكون عذاب يدهن شيء محسوس أو جسمي أو مجسم هذا اللي ده عذاب يده هذي شيء ذهني أمام معنوي يكون عيسنا ومن باب المجاز حقيقته وهو شيء جرمله مركن النبي محمد الله من هيا عبارة أن كف عينين أكتوضة أن كف عينين إلهي النزيه دي سئيه توحيدك إلهي ورنمان كان هدي الله كور قلان كوري اسكو بابا مني لكن محاوي أنا اسكو وندو قمت ملق يد قضيه قالي وي هذا ربكم ربكين وي أمر وحونا فري ربكين بباب في السماء الوسطى الباب فري إن لفره كويا لس عركة دحي أو قال موحوجي باب السماء ورد يونو أمري بفتح باب السماء إن لفراء سماء الباب كيد ففتحه ربي وافري أما مالك اللوحي صار بافري ففاخ ربكم الملائكة ملائكة ربي إذن كفاني ملائكة بل إيجا أضمي عابدها إيه تكالي سلاة نسوك هاي شهوان لغو أبوري ظروف الدنيا أي هاي سرطو عدو قالوا إسلام أو هايو وحي سمين هايان اللي واجه هوري أبين آدم لأبور هاي بيع فرت تاكتين على مسؤال بين ضل يعني وأكتين أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون تيبا ويسعطة آدم مركي وأسماء الله براي هوش براي أي حال أسجودة وذاتك أكتر هذين أتجعل سجود هرت مسألة صعونة يسميه ولي مركة وحالة تصها يا إلهي حكمة دي سي أي واقه وري فرتك تاكتين وحالو عضيني يا وحالة تصها يا معلوم الله علم الإلهي غيبك معلوم كسالة تصها إني أعلم ما لا تعلم سوق أدك دقينا ففاخ ربكم الملائكة فقال إلهي وحور انظروا إلى عبادي أدوه ملائكة أدوا حقا أدوا حقا حق بيقوتين من حق حقوق ذي كمده واجب واجبات كمده يقولون ثم انتظروا وحي كرن هيان أداء حق آخر يؤدونه واجب كلاين يقولون بيسوه هيان وي مركا قلتان مركا وحاوب محالا قرب محال شايدك أبشروا هذا ربكم أمر بفتح باب نبي قلوا حي إشارة هيا إلى العلو طيب عركو وصال لقفر يا وشو معها مرك الباب كله فوري ملاك تدي أنو نمارك كرتين إلهي با أودا سيبا موين الباب كفورة أركا مدتك دينكوه سيبا معو هاي أضوما هاي معارك تان واجب نوي قلتين وين فرديان كو كريسوك هاي دتكاس وضل دورتك اللحظة محلو شايدكو أمحي إلهي سبحانه وتعالى عركو جراء وانقا سرية والسماوات صحيح سؤال هذا من مغلو صحيح والسماوات تسع دونه ونقوم والعرف فوق ذلك وانتو ويمدقون إسا وحو البوص سماوات تسعية إلى هنا حقا جرت سوردن باش محل شاهد كون نقوني طيب حدثنا موسى إسماعيل التبوذكي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال حدث قالت بنو إسرائيل قالت بنو إسرائيل وحيدة هذين يا رب ربي يوم أنت في السماء
adugu cirka diddaa wa naxnu fi lardi anagu dhulkaanu joognaa fakayfa lanaa sidee baan nacrifu ku ogaanaynaa ridaaka ridahaada inaad raalli tahay ood raalli naga tayseen ku garan karaa iyo qodoba ka caradaada ila kuma aragno isku meel lama joogno qaala ilaahay wuxuu yidhi idaa radiitu cankum haddaan raalli idinka oo noqdo ood camalka wanaajisaanoo laydiin bogo isticmaltu calaykum khiyaarakum waxaan idiin dhiibi dad war wanaagsan boqoro madaxtooyo maamul saraakiil umaro wanaagsan baa laydiin dhiibi waidaa qadibtu calaykum haddaan u caroodo dhaqankiinana isticmaltu calaykum shiraarakum shar dadka u shar badan baa laydiin dhiibi waxaan naaystaamay tahay baadi seed leedihiin maxaa idiin muuqda atharku waa saxii ilaa qataada waana min marwiyaati qadaada can bani israa'iil marka maxalu shaahidku waa maxay salafku marka ay aathaartuna kala warinhayaan waxay ka rabaan qataada waa aimat taabiciin qataada ibnu ducaamata asaduusi min aimat taabiciin bal waa miman yaduuru calayhim xadiidu rasuul lixda taabici uu ku dul wareega xadiidku kow ka yahay wadaadkii noocaas ahaa laa yastankir hada alathar atharkan uu warinayo agtiisa munkar kama aha gariib kama aha shay la qoonsado oo muxuu ilaahay laga nasaha kama aha hada huwa shaahid muhimmadu u fiican waa meedaba kay salaf ku hadlayaan way ogyihiin qataade iyo reer banu israa'iil maxaa u dhexeeya mafaawiz tanqad cuduunaha riqaab laakiin waa maxay macnaha atharku uu xambaarsan yahay waa maxay waa macna ka ah saa'iq ka ah cinda hada imaam aljaliil taasaa wax walba ka qiimo badan wax walba middaasaa ka weyn adugu marka liyadahaa wuxuu yidhi anta yaa rabbi anta fi samaa waxaa qamadhacyo jirac yaa kugu dhegaysa markaa tahay jahmi ay maal ka buuxda aa tahay amaa qataada imaamu taabiciin yansharix lahu sadruhu hada huwa alfaariq muhimmadu u muhimsan waa taa inaad ku baraagutana waa muhim jiddan ayib alimaam ibnu taymiyana mararka qaarkood wuu tilmaamaa atharkan wuxuu xambaarsan yahay hadduu munkar yahay ma wariyeen buu dhaha mana aqbaleen walam yuqiruhu haaulaai jahaabida layth ibnu sacdi aathaaray wariyaan oo sifaad xambaarsa culus inay timaadan waaba laga yaabay ayuu markaanu saa ka yidhaahdaa maxalu shaahidku marka ilaahay hadduu raalli idinka noqdo maxalu shaahidku waxa weeye yaa rabbi anta fi samaa adugu cirka jirta waad naga sarraysa anagu dhul baanu joognaa middan kale waxa weeyaan waa qaacida aqlabiya ilaahay oo addoomihiisa raalli ka ah in salaatiin iyo umuro imtixaana fooda loo geliyo lagu ibtileeyo wanabluukum bishari waalkhayri fitna ay noqotana waa dhici kartaa xadaثna cabd اllah bnu saalix almisriyu qaala xadaثna layth wahu bnu sacad alfahmi qaala xadaثni khaalid bnu yaziid aljumaxi ثiqaةu faqih can saciid bn abi hilaal ana zayd bna aslam alcadawi mawlaahum xadaثahu can cataa bni yasaar alhilaali qaala ataa rajulu kacban rajul nin baa u yimid kacban alaxbaar ninka imaamka ahaa wahuwa fii nafarin isagoo koox la fadhiya kacab oo koox la fadhiya ayaa nin u yimid faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa abaa isxaaq abaa isxaaqo waa kunyadii kacab kacab kunyadiisii wey xadidnii can aljabbaar allihii awoodda badnaa ee rabbulcaalamiin ah bal iiga waran hawl culus su-aal culus wey xadidnii can aljabbaar faacdama alqowmu dadkii la fadhiyay kacab baa weynaystay oo la cuslaatay qowlahu qowla rajul ninkii weedhiisa uu yidhi kacabow ilaahay iiga waran war ma waalantay see wax kaa yahay war wadaadka xukum sharciga weydiisto seen u weysaystaa dheh maxay ahayd waxaad la kacday ilaahay iiga war wadaadku ma rasuul baa ma nabi baa ilaahay xaggiisa ka yimid ma malag baa midda kale doolaala dheeridaa oo gacan dheeridaa xaggii durba u tallaabsatay wayd nimba meel buu ka fiirinaya ma ogta adu hadalkii baa la cuslaaday raggii la fadhiyey taabicigaas faqaala kacab wuxuu yihi dacu rajula war ninka baldaaya hadda cagta u dhiga fa in kaana jaahilan hadduu aqoon la-aan yahay oo jaahil yahay tacallama wuu baran waxaynu u sheegno ilaahay xaggiisa ayaa waxaanu ka baraynaa fa in kaana jaahilan tacallam aqoon darro hadday hayso waa baranhayaa wa in kaana caaliman hadduu aqoon lahaa oo caalim yahayna isdaada cilman bima nuxadiiu wey cilmi buu kororsana bal ka leexda wadaadku waa un laba mid ka mida saa'ilku inuu yahay nin aqoon la jaahilaho waxbarasho raba
iyo inuu yahay nin cilmi laho wax kororsanaya hadduu markaaba naga helo wey ama asaga hanoo kordhiye uma qaala kacab wuxuu uhi ukhbiruka waa ku waramaya ogow an allaha subxaanahu watacaala khalaqa sabca samaawaati toddoba samaawaat cirb buu ilaahay abuuray wa min alardi ardada xaggeedana wuxuu ka abuuray midlahunna toddoba kale uma jacala rabbi wuxuu yeelay maa bayna kulli samaa'ayni labadii cir inta u dhaxaysaba kamaa bayna asamaa'i dunya waalard dhulka aynu joognay cirka soka inta udhaxaysa shan boqol waa inagaada soo maraynay ayib toddobaatan iyo dhowr waynu soo maray culamadu waxay ku jamciyeen labadaa cadad waa bictibaar nawciyati sayr kolba socodku isuduu yahay hadda lugaynta caadiga ah ilaa gaaris meeqa habeen baad ka sokay gaaris marka loo lugeeyo qolyaha geel iyo lo'da iyo keena nairobi bal weydiiye meeqay ku qaadataa usbuuc bay qaadan usbuuc markay u yartahay wey waa markay u yartahay adiga kale toban beri bay tegi ayib waa afar boqol oo kilomiter wax ku dhoweeyey ayib marka gaadhigu meequu ku tagaa lix saac toddoba saac kuwa yararka afar saac bay ku leeyihiin indhahana waxaan saarnay yidhi saddex saac baan u socday saddex saac baan gaarsiin nero socnay yidhi baan indhahan saaray wuuba joogaaba inuu fadhiya waa laga yaabaa marka maa maxay nawciyatu sayr kolba socodku siduu yahay shan boqol oo sano meesha noqotay ninbaa wuxuu ku tegi karaa toddobaatan iyo dhowr sano malaa'igtu waxaa laga yabaa inay ku marayso saacado malku jibriil asamaa asaabican ka soo duulay markuu fircoon afka u kala qaaday ilaah waa ashhaadanaya ashhaadaan laga aqbalay nin afka kala qaadoo rabo inuu hadlo toddobada waxaan ka soo duulay buu cirka toddobaad asagoon dhambaystirin baan dhaho afka saaray fii jaamici tirmidhi bisanadin saxiix nabi maxamed waliba u sheegay wuxuu uhi maalinkaas aan u duulo adaad arki lahayd waxaad arki lahayd hawlo alla yaabtood ku samirto lix boqol oo garbaab tiiba baa lagu duulahaya marka sikimaa lagu maray adduunka meequu ku mari lahaa ilbiriqsi wax ka yar ilbiriqsi wax ka yar marka waxaa weeye diyaaradda guuxeeda ka dheeraysa ee nacnacdaa way dhammaanaysaa taa waa iska hadhaysaa aad ogtii la socotaa barbale ayib awoodda rabbiga wamaa qadarullah xaqa qadri wa kitafuhunna qiradooduna qirada intay samadu ka kooban tahay shaygu marna dherarkiisa iyo ballaciisa lagaala hadlaa marna waa qiradan qira soo ma taqaanan xajmiga shayga uu leeyahay shay baa khafiif oo dhuuban shayna wuu ballaadhan yahay ayib wa kitafuhunna qaradoodu ama xajmigooduna mila dalika sidoo kale wey samadu sama dhuuban oo laga dhexbaxaya maaha dhumucdeeda intay le-eg tahay ayaa iyaduna maa bayna kulli samaa ilaa samaa'in ah subxaana malik alquduus uma rafaca alcarsha carshuu ilaahay kor yeelay subxaanahu wa tacaala faistawaa calayhi rabbi waa ku ekaaday famaa fi samaawaati cirarka kuma jiro samaa'un cir ilaa lahaa waxay leedahay atiidun shanqadh iyo jiiqjiiq ka atiid araxli tarada shanqadheedoo kale alcilaafiyi weyn cilaafigu hadda macaani badan baa lagu sheegaay waa araxlu lcadiim ku daah wadaadkii asalba sameeyey gibilkan iyo heeriyadan laga bartay baa magacaa la odhan jiray ma ahe iska daa waxoo dhan waa maxay ka atiid araxli alcilaafiy ay lcadiim taro ama heeryo weyn oo kale oo riti la saaray say u shanqadho ilaa mid khafiifa miidaan iyo culays badan ma laha shanqadho badanna bixin mayso awala maa yurtaxal marka u horeysay la gaadiidsaday ee la raro say u shanqadho waaga dambe intay duug noqoto oo yayna shanqadh badan yeelanayn ayib min thiqali ljabbaari fawqahunna maxay la jiqjiqleen oo la shanqadhaysaa cir walba kan inoo sokeeya iyo ka u sarreeya kulli u shanqadhayaan ayadoo tiibay u dhaxaysa shan boqol oo sano mid walba qarada u dhan yahay shan boqol oo sano min thiqi aljabbaari ee fawqahunna allaha subxaanahu qaadira jabbaarka miidaantiisa cirarka ku dushooda ah taas darteed bay la shanqadhaysa miidaanta ka koraysa ayay samo walba dareemaysaa marka sidii heeriyadii iyo muxuu ahaay raradii bay u shanqadhaysa atharka marka inta kale culaysba ma laha oo nin walba walaqi karaa laakiin intan dambe ee min thiqali ljabbaari fawqahunna ayay wadaadaha qaarkood diideen
أي ديدين الإمام الذهبي في العرش سبحان الله بقول أفرطن يسقال وحكوية هذا رواه أبو الشيخ في العظمة كتابك كتاب القيام بضم ودور مجلب الوضع بعاء إنك إله عظمة نسائية قدر كيسين وحكوك وقد الدنيا آخرين وكتاب لحم مجلد تقريبا ما الوضع بعوية على مكتبة في الهي مركا ملائكتي إلهي مخلوقات كيسية عجائب تاسي بالسنة كوكينا روى أبو الشيخ في العظمة بإسناد صحيح بذهبي كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أصوغنا بكل صحيح يا له طيب طبعا هذا محقق هذا بقول سودانية سقاط طيب يعني هذا الدار العام للفوائد نعيد من بنيديا بقول لباطنية سقاط بقول سودانية سقاط الله غفيري الإمام الذهبي لكن كتاب العلو حقوق قنصد اللفظ كان طنبي وحجدي وذكر كعب وحوش كلمة منكرة لا تصوغ لنا كلمة منكرة أن أنجو أن نوع النمين أيوة أدوا رنتي وحالي نن أنا جيدي رك إسكري هذا ترى هذا شرعي كم نوع النمين سيا توا وتلاوة كله أو هرتب الإسك هذا وذكر كلمة لا منكرة لا تسوغ لنا والإسناد نظيف بوري سند كوا نظيف بوري طيب وأبو صالح أبو صالح وعبد الله بن صالح المصري وشيخ الدارمي هذا الهيسان لن ينوح ويضعف ويليدين بوري وما هو بمتهم بل سيء الإتقان متهم لكن حفظه سيء إتقان كي ساحي روحون طيب صفحة العلو سقاشين لبعض بصيدة كبيرة هذا الله في ريو مسألة الثقل ثقل الجبار سبحانه وتعالى جماعة من السلف بلغة ورية وحاكم ذا ابن عباس ويكسر أنت هاي كتب التفاسير المسندة كفرية آيات مزمل السماء منفطر به تفسير كذا طيب أما تكاد السماوات يتفطرن أو في سورة مريم لبضع اسم الوضع بلغة فرشا ولي بسورة ده بمزمل باكوبة آثارته ابن عباس بيكسر أنت هاي ابن مسعود بيكسر أنت هاي ثقل يميدان ربي الله تريو حسن البصري مجاهد بن جبر عكرمة مولى بن عباس خالد بن معدان إيا جماعة من التابعين أثرتاز كتب التفاسير من جراء الطبري بتكفيرين كرتان تفسير من أبي حاتم بتكفيرين كرتان كتب السنة عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثر بضان بوكينا معناها كسابسا حرب إسماعيل كتاب السنة أصنعه كينا أثر كان لفتك سوكيرا ابن أبي خيثمة في التاريخ أصنعه كينا مركا ميدان إله سبحانه وتعالى أثرتاز بضان كتميد صحابة بضان يتابعين أي مرين وحولا يسمى لها شيء وأظن صارين أن كفرين يدريم كرا ميدان تاضي حولا يسكى عظمة الله يا شأن يسو ما شيء بس اللي قد دريم هايو إن ذات ذات إلا باشرته أما مماسا أي دعضه أما تغطية أي دعضه أما التساق دعشر دماء طيب وذات كون لفدي يسو كما عضو هوشا أيضا من ثقل الجبار إله ميدان تيس فوقهن سماوات قصر رسالة بولي إله من سمود كوبات بجوغا متهوسود جوغا متلبات بج متلحات بجوغا متضبات بجوغا من نمو جوغا كل وا قصر ريا إيه مخلوقات كا ضعيف كا إنه هذا ممكن الله في ريها دي نقابة وين وحاوي عظمة الله بيد ريميان ميدان تنهال قصر كيمانيسا مركب معنا هذا لدي ضوء أما اللي جاهد هو منكر أما اللي جاهد الله عنده ما يسو وإذا كان اجتهاد أي ما بضم بها سوغي أثر كنا ما كضعف يسو وأثر كنا هو حسن واحد ضعف وكجر مجرى طيب عبد الله بن صالح المصري عن كاتب الليث أثر كيسو والله تحسينية عن كاتب الليث والله تحسينية مركب أي ما كلا كورن أيو رؤية أي مكو الليث كورن هايانا ضعف بها كجرى مركا هوشا وجري سند كوا نظيف يحوجنت حوجي ذهبي هي التصحيح امرنا صحيح يا لي با كوتو ساي نقيم بصحيح لسندك ذهبي بصحيح يا لي لفظي اسو كدغي ولذلك في كتاب العرش وغوي لفظي كتاب العلو وكاني كدبنا وذكر كلمه تنبور لكن كتاب العرش محسني انتو جريب حلو اسناد صحيح رواه ابو الشيخ في العظمة مركه وحاوه واسك اجتهاد امام وي الامام ابن تيميه بيان تلبيس الجامع هذا النفيس كله
مجلدك صدحات صدح بقول لحذن يتضب مدكن طبعا كان مجلد محققة هذا الكيس محقق وسوق وحولي هاي ابن تيمية. وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة. ورواية أهل الكتاب التي ليس لها عندنا شاهد هو لا يدافعها ولا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة وقاعدة أن كل شيء هاي دقي سوحي وشخو انت وربط قرن إساني فهؤلاء الأئمة أي مدوي ليث بن سعد إمام أهل مصر بلا نزاع وذاتك لذا خالد بن يزيد من فقهاء المسلمين بالغطرية ونن فقيها وثقاء الجمحي سعيد بن بلال سيدو كالي زيد بن أسلم من فقهاء التابعين عطاء بن يسار وركيب الجوج أصوه من كبار التابعين حق فقهة انت صائماء أثرك ورنها يان وحنو أركان مما لا يستنكر في شريعة الإسلام هذا هو المقصود. طيب عور الشيخ فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه دارم قدر هذه اسكت داعيتك عليه لباح ماشي في أبو سعيد الدارمي قدر إمام عبد الله عبد الرحمن عفوا عبد الله بن عبد الله بن احمد قدر ائمه ورسوله حرب اسماعيل الكرماني فقهاء التابعين ائمه فقهاء القرن الثالث فقهاء السلف اثر كحورن هيان كالمسلمات في دين الاسلام وذلك حتى سند كهله ضعيفيه ما قنصنيو معناها واثر كحنبرس و قنصنيا رجاشه نك رجاشه كهله العلس انا نغ ما وحان ديدن ان تراادو وحان ضعيفنيا اثر كحنبرسن هي معنى منكر هذه البلية تنذهب هذا كوها سنة وعوهي وعوهي متى وحوش كلمة منكرة لا تسوغ لنا كيف لا تسوغ لنا مع أن السلف يقول لقد بأوش أسوغين السماء منفطر به أسد بن موسى كتاب كزاء الزهد يكتاب كزاء السنة انت لقد ضابعي ايه أثارت كوك أنا معاني كبضن با كجر تمشى يدا. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن مشاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويل هوقي أيان در روحي وهاتي لسلطان الأرض ذلك دقيدة كالطلية مركة بقرة أمرة كاء من سلطان السماء بقر كعرك هوقي هبار دباتوغا هاتي وما حيا هذا مركي يدوه كحد قدبان يضطك الدبان عليه سبحان قادر يكسر ريب الله حساب تموي قال عمر وحوي لكعبة وحبات كتكتي حديدك إلا من حاسب نفسه قدر ويل لسلطان الأرض إلا من حاسب نفسه من سلطان السماء سداس أثر كسحان ياي إنك نفتي سون حسابة إيه دادالة ee ummada iska yeelay xuquuqdeeda ilaahayna iska dhowra allana ka cabsadaba mooyeen intooda kale inkaar iyo hoog basugaysii balaay faqala ka'ab wuxuudi illa man hasaba nafsa warunta sida uu intaasan ka tago waxay ku jirtaa bayna wayl sultani al-ardi illa man hasaba nafsahu min sultani as-sama labada sultan bay u dhaxaysaa way dhaayarta wa kabbara umar umar ba takbirsaday wa kharra saajida sujuud sugri buu la dhacay حسوا جزورا يا اجتهاد كيسي معنى وجهه يفهم كالشريعة وكقاطع أو شيء يوحو وافقين نسك في التوراة كقراء نسك التوراة كقراء والصداء رواية كلا عبد يسوع حول كعب والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب الله المنزل ما بينهما حرف حول ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء حرف ومدح يا أنكاء أهين إلا من حسب نفسه مركو عمر وحو سجودها يا اجتهاد كيسي من فهم الشريعة كسود فلي يا وحو وافقي المنزل في المنصوص في التوراة ساسوي طيب رواية كلا حدك أولي هاي ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء ما كم حلو شايد كوام حي أنكر منه من سلطان السماء بقر كعرك السجرة هذه سيد الجهمية الإلهي في كل مكان هو هاي وسلطان الأرض وسلطان السماء وسلطان كل جهوي
marka tamsiiskan oo dhan baa burahaya macnahan xadiis atharku uu tilmaamayo atharku rijaashu kulli waa thiqaad weeye dacfina kuma jira laakiin riwaayatu saalim an jaddihi baa xugu mursala ah riwaayatu saalim an jaddihi irsaal baa ku jira ayib ariiqa cabdullahi bnu saalixna waynu soo marra warkiisoo soo celin mayno salafkuna atharkaas xataa in badan ayaa ka mid a ka makhraati ahaan bay u keensadaan gabaybay gabayay ka tiriyaan marka waa min musallamaatihim marka ama istishaada u keeneen ama u keeneen ictimaad dhibba ma laha xadaanaa yaxya bnu cabdilxamiid alximaani waa nin xaafid ah ilaa annahu utuhima bisariqati alxadiid xadaanaa abi aabihina cabdilxamiid cabdiraxmaan min rijaali aljamaca ila anasaai أحمد وضعيفية ابن معين وتوثيقية واحتج به البخاري قال الذهبي ثقة ابن حجر الحلس صدوق يخطئ أبيه عن نصر أبي عمر الخزاعي الخزاز عفوا إن كاسة ضعيفة من رجال الترمذي نظر كاس عن نظر ابن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز ومن مطروق الحديث أما ضعيف جدا عن عكرمة عن ابن عباس قال وحولي سيد السماوات عرارك أقاس كودو السماء وعرك التي فيها العرش وعرك عرش كجره عرش كسر الوجه هذا وسيد الأرضين وسيد الأرضين ولك واسكودنا التي وامدا نحن عليها وان قصرين إلها أن كعابدين كو نوه سي وان كقي بدنا يوي سما سما ده كسر رئيسه ما لبلو كسر رئي وقدو يهاي ملائكة سري إلهي سبحانه وتعالى خير كعبو جري وسيد الشجر جيدها واس كودنا وحاوي العوسج وقرع ام محو هاي غلول كو حد راده ومنه عوسج كاسا عصا موسى نبي موسى وش سين لغا سمي قتاده يا كلب يا حكم بن عتيبه يا سعيد بن جبل جماعه من التابعين وفرب تبريه كو دو يا كسوغنت هاي وش نبي الله موسى ان لغا سمي غلول اما جيد كا مراغا اه لغا سمي عوسجكو inagu dhulkeenna aanu ku garan maayo laakiin wuxuu u egyahay geedka la odhan jiray xamurka geedka xamurka la odhan jiray garan maysaan buu ogyahay midho gudgudan buu bixiyaa qodax balaasna waa leeyahay marka qolyaha iyagu ree xijaaz cawsajka waxay u yaqaanaan qurceenni ama galoolkeenni ama geedka loo yaqaana sogsogta soo ma taqaanaan dadka qaarkood ka anagu qurac u naqaana iyo galoolka ay sogsog u yaqaanaan ibraahim haye idigu maxaad ahdaan way isu dhow yihiin hadde waa un qurac idinka halaabay ninkii reer macalin muxuu yihi zabiib ka waran bale zabiib muxuu yihi waa timir bacday buu yihi marka sogsogtu waa un waxaa weeye waa qurac halaabaan u malayn iyo galol halaabay maxaa lushaahidku hadda wuxuu noqon lahaa sayidu samaawaati wa assamaau alatii fiha alcarsh carshu maxay marka ay ku noqotay ku yeelatay muxuu ahaa sharaftaas carshu raxmaan baa ku yaala carshuna muxuu khalaaiqda wuxuu dheer yahay ilaahay baa subxaanah wa tacaala ka sarreey macnahaas waata ku tilmaamaya dacfi baana ku jira wallahu aclam